مشاهدينا الكرام، هنا رم والشاهد، فسلام عليكم. ضيفي اليوم هو معالي الدكتور أمين المشاقبة، وزير التنمية الاجتماعية الأسبق. معليك، أهلا بك في رم وفي الشاهد. هلا يا هلا سيدي، شكرا لكم وشكرا على الدعوة الكريمة، وإن شاء الله الله يوفقكم ويخلي مؤسستكم الصحفية دائما لامعة ومتطورة. معليك، بداية دعنا نتحدث عن خطاب العرش السامي الذي كان في افتتاح الدورة العادية لمجلس النواب 20، وكان هناك رسائل مهمة من جلالة الملك، وخصوصا في الفترة الأساسية للتحديث الاقتصادي. كيف رأيت خطاب العرش؟ سيدي، يعني خطاب العرش جاء شاملا لحوالي 13 محور رئيسي. من المحاور الرئيسية اللي تحدث عنها جلالة الملك هو أنه احنا نمر في مرحلة أساسية من مراحل التحديث السياسي في الدولة، وهذا البرلمان الجديد ما هو إلا نتاج لعملية التحديث السياسي، خصوصا أنه عندنا قانون انتخاب وقانون أحزاب جديد، وأنه هناك كتل برلمانية حزبية ذات طابع برامجي. ودعا جلالة الملك في خطابه إلى مبدأ أنه تكون الكتل برامجية وفي تعاون بين الكتل لتجويد العمل السياسي في الدولة وتحسين اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالطرق أو الآليات التي تقوم بها السلطة التشريعية. حث جلالة الملك على موضوع الرقابة بين للسلطة التشريعية مجلس النواب والأعيان الذي لا يمارس صلاحيته في موضوع الرقابة، لأنه حق دستوري للأعيان والنواب أن يمارسوا حق الرقابة، لأنه هناك حقين أو ثلاث حقوق للسلطة التشريعية في الأردن. الحق الأول هو سن القوانين والتشريعات القانونية في الدولة، ثم الرقابة السياسية والرقابة المالية، والشق الثالث اللي هو عملية توجيه السياسة العامة في الدولة. صحيح أنه التوجيه للسياسة العامة في الدولة غير ملزمة للحكومة، إلا أنه يعني الحكومات يعني يجب أن تأخذ خوفا من يعني المناكفة بين الحكومة من جهة والنواب من جهة. كذلك الأمر دعا جلالة الملك إلى ضرورة التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في الدولة الأردنية لخدمة الصالح العام وخدمة المواطنين بشكل عام. فمن هون نجد أنه فيه هناك تركيز على البعد الاقتصادي، على ضرورة تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتحسين المستوى المعيشي للناس بطريقة تخدم المصلحة الوطنية العليا في الدولة. فجاء يعني الخطاب شامل لأكثر من محور فيما يتعلق، خصوصا تركز جلالة الملك على موضوع الإدارة العامة، على موضوع التحديث الإداري، وهذا أمر مهم جدا أن تطور الإدارة العامة بما يخدم المواطنين ويخدم كرامة الفرد المواطن المراجع للدائرة الحكومية، بدل ما يمارس عليه شيء من السلطوية وشيء من الفوقية. وبالتالي المواطن الأردني يريد أن يخدم بكرامة، وأنه يصبح هناك عدم وجود بيروقراطية مانعة للحصول على الخدمة التي يريدها من الدائرة العامة. احنا نعرف انه البيروقراطية والريد تيب الاحمر اللي موجود عندنا، انه اي معاملة بدها 10-15 توقيع، وبالتالي تخفيف حدة هاي التوقيع بتطوير الادارة في الدولة. واثنين، انا بعتقد انه ضروري ان يكون هناك تأهيل للموظفين، دورات تأهيلية للموظفين حتى يكونوا قادرين على خدمة المواطن في هذا المجال. فبالتالي جلالة الملك تناول التحديث السياسي والتحديث الاقتصادي والتحديث الإداري بشكل يعني مختصر، وأعطى رسائل لكل الجهات في الدولة على ضرورة العمل من أجل خدمة المواطن الأردني وتحقيق الصالح العام. وكذلك الأمر تحدث عن موضوع الاعتزاز الوطني بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بشكل واضح، أنه هؤلاء النشامة هم الذين عماد الدولة في حماية الأمن والاستقرار في الأردن. رأينا انتخابات رئاسة مجلس النواب وفوز أحمد الصفدي، ولكن في الجانب الآخر رأينا أيضا امتعاض من جبهة العمل الإسلامي حيال التحالفات التي حدثت خلال ترشح العرموطي
الصفدي، كيف رأيت انتخابات المجلس؟ يعني هو يعني دائما انتخابات المجلس يسبقها حراك ويسبقها نوع من توزيع المكاسب أو المناصب، النائب الأول والنائب الثاني والمساعد الأول والمساعد الثاني، ويمكن كمان تتجه الأمور نحو اللجان، اللجنة القانونية، اللجنة الإدارية، اللجنة المالية، اللجنة الشؤون الخارجية إلى آخره. وبالتالي هناك يعني إذا أخذنا مجلس النواب بشكل عام، إذا قمنا الـ 37 عضو يعني أو 32 عضو اللي هم الحركة الإسلامية، انضم لهم حوالي كمان 5 أعضاء يعني من يشكلون المعارضة السياسية. وأنا أعتقد أنه البرلمان ضروري أن تتوفر فيه المعارضة، لأنه وجود المعارضة يعني يحسن عملية التشريع ويحسن اتخاذ القرارات. التوجه العام في المجلس هو معتدل ووسطي، وبالتالي الوسط والمعتدلين لموا مع بعض. إن أخذنا حزب الميثاق الوطني، حزب إرادة، حزب تقدم، حزب عزم إلى آخره، زائد بقية الناس المستقلين اللي انضموا إلى تكتلات داخل البرلمان، لأنه القانون ينص على أنه 10% من أعضاء المجلس يستطيعوا أن يشكلوا كتلة برلمانية. وهون هذا الكلام حتى نرجع لورا شوي، أنه جلالة الملك تحدث عن الكتل البرامجية، وهذا عكس ما كان بالمجلس السابق أو المجالس السابقة. المجهود الفردي كان يسود في المجالس السابقة، والآن نحن نبحث عن كتل يعني متفقة أيديولوجيا وكتل ذات برامج لخدمة الوطن. وبالتالي وجود كتل برلمانية قائمة على الأحزاب والتوجه المعتدل والوسطي داخل المجلس أدى إلى انتخاب أحمد الصفدي. وبالتالي أنا أعتقد أنه الإخوان يعني هم جزء من الوطن، لا نختلف في ذلك، لكن كمان الكلام اللي طلع من صالح العرموطي كله يوحي بأهمية التعاون وعدم المناكفة في مسار الدولة. لكن جرت العادة أنه الإخوان المسلمين عندهم أيديولوجيا دينية وينطلقوا من هاي الأيديولوجيا الدينية، وحين يعني تختلف معهم في الرأي تسود الأيديولوجيا الدينية على أي موقف يتخذونه. متفائل من مجلس النواب 20 مع ذلك؟ يعني احنا نقول يعني نتمنى انه مع وجود الاحزاب السياسيه ووجود الكتل البرامجيه انه يكون الهدف هو الصالح العام وليس الصالح الخاص بالنسبه للنواب. على النواب يعني ان يتلمسوا ويتحسسوا المشاكل والتحديات اللي بتواجه الوطن، بدءا يعني انا اقول دائما انه احنا ما عندنا مشكله سياسيه بالاردن، احنا عندنا مشاكل اقتصادية في الاردن وتحديات اقتصادية واجتماعية في الاردن. عندنا قضية الفقر، قضية البطالة، قضية النزوح او اللاجئين، عندنا قضايا امراض اجتماعية، المخدرات، ما شابه ذلك من امراض. لابد من انه يكون هناك توجه لمعالجة هذه المشاكل والتحديات، ناهيك عن موضوع ذو اهمية انه ان يتحسن مستوى المعيشة للمواطن. احنا نذكر من عام 2010 الى يومنا هذا لم ترتفع رواتب الموظفين بالأردن دينارا واحدا. آخر مرة كانت مكرمة من جلالة الملك 50 دينار للموظفين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين، وهاي كانت في بداية الربيع العربي. من ذلك الوقت 2011 إلى يومنا هذا لم تتمكن أي حكومة أردنية من الحكومات المتعاقبة بزيادة الرواتب. وأنا أعتقد أنه في ضوء التضخم والغلاء ما عادت الرواتب تكفي المواطنين، لأنه احنا اذا بنتحدث عن 400 دينار او 450 دينار او 350 دينار لم تعد كافية لاحتياجات المواطنين، لأنه الكماليات التي كانت قبل 10 سنوات اصبحت ضرورية وحاجات أساسية. احنا كنا نتحدث عن التليفون كمالية، اليوم التليفون صار بيد الأطفال، يعني صار احتياج أساسي. وبالتالي في كثير شغلات صارت يعني تغيرت الظروف المعيشية للناس، وبالتالي لابد من إعادة النظر في الرواتب بشكل عام بما
يجود أو يحسن المستوى المعيشي للناس، ناهيك عن ضرورة إعادة النظر في النظام الضريبي في الأردن. المواطن عم بدفع ضرائب بشكل هائل تصل إلى 27% من دخله، ومن هون نقول أنه لابد من أن يكون أن نظام ضريبي عادل ينعكس على حياة الناس وواقع الناس والاتجاهات الاقتصادية للناس المتعلقة بالمعيشة والحياة، لأنه اليوم الحياة صارت صعبة. يعني احنا نعرف انه بالأردن معدل الأسرة الواحدة 5.8 تقريبا، وهذا امر يعني لابد من انه يعني بيضغط على المعيل الوحيد لما يكون عنده 5 أنفار بالبيت بين كهرباء ومي وجامعات ومدارس وإلى آخره، هذا يزيد العبء على المكلفين اللي هم مسؤولين عن الأسر هاي. وبالتالي اللي نقوله أنه يعني لابد من أنه ينظر إلى الأبعاد الاجتماعية لحياة المواطنين بإيجابية من قبل الدولة. عندما نتحدث عن أمين المشاغبة مع حفظ الألقاب نتحدث عن قامة سياسية وأكاديمية مرموقة على مستوى هذا البلد العزيز، ولكن دعنا اليوم نتحدث عن الشأن الإقليمي. عودة ترامب الذي يعتبرها الكثيرين بالعودة غير المحمودة. المعشر وهو وزير خارجيتنا الأسبق في ندوة قال بأننا علينا أن نتجهز في حال عودة ترامب. كيف ترى عودة ترامب؟ يا سيدي، ترامب يمثل الحزب الجمهوري وفاز فوزا ساحقا داخل الانتخابات في الولايات المتحدة بأصوات يعني هائلة من الولايات على المستوى الشعبي وعلى مستوى الجمعية الانتخابية أو الكتلة الانتخابية في الولاية. المهم أنه بما يتعلق في الشرق الأوسط أنه سياسة ترامب معروفة، سياسة ترامب منحاز إلى إسرائيل انحيازا كاملا، يلبي لأنه ترامب يمثل اليمين المحافظ والليكود يمثل اليمين المحافظ، ناهيك عن التحالف بين اليمين المتدين أو الصهيونية المتدينة مع الليكود، سموتريش وبن غفير وغيره من هؤلاء الناس، لأنه بتحكي عن 16 وزير أنت بيمثلوا الصهيونية الدينية في إسرائيل. وبالتالي هون عندي تحالف أيديولوجي. هذا التحالف الأيديولوجي يعني احنا شفنا بالفترة الآخر سنة كان فيها دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، اعترف بالقدس هي عاصمة الدولة العبرية ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس وأعطى منطقة الجولان أو هضبة الجولان إلى إسرائيل وفرض السيادة عليه. احنا الخوف الآن لأنه أثناء الحملة الانتخابية تحدث ترامب على أنه إسرائيل دولة ليتل تايني، بيقول دولة صغيرة، معناته لابد ان ايش ان نوسعها. ومن هون انا يعني متخوف انه دولة فلسطينية لن تكون الا باطار شكلي، سيتم ضم مناطق سي كاملة وتشكل 61% من اراضي الضفة الغربية، ويبقى للفلسطينيين ما يسمى بمنطقة A وB وهي المدن الكبرى وما حولها، وهي تشكل بحدود 39% من مساحة الضفة الغربية. وبالتالي إذا يعني أريد أن يكون هناك حل، لن يكون هناك حل ترانسفير ديموغرافي بقدر ما هو ترانسفير سياسي، تحويل الدور السياسي للأردن على ما تبقى من الضفة الغربية وتستمر الأمور. وبالتالي يعني نجد أنه يعني هو ترامب كما يقول أنه يريد أن ينهي الحروب قبل أن يصل إلى البيت الأبيض، ويمكن وافقته على أمس هوكشتين على أساس يجي على لبنان اليوم، ويجا مشان وقف إطلاق النار في لبنان بشكل عام، لأنه العملية العسكرية بين حزب الله وإسرائيل موجعة لإسرائيل، لأنه شلت نصف إسرائيل إلى لا مدارس لا جامعات لا أعمال لا حركة لا زراعة ولا إشي. وبالتالي من هون إسرائيل يعني وافقت على وقف إطلاق النار، لكن بدها تكسب مكاسب من خلال العملية السياسية اللي ما كسبتها بعملية الحرب. وصفت إدارتك وفترتك في إدارة جريدة الدستور بالعصيبة، لماذا؟ نعم، يعني أنا جيت رئيس مجلس إدارة للدستور بعد لجنة تكونت من وزارة الصناعة والتجارة على أساس أن الشركة خسرانة من أكثر من 75% من رأس مالها، وكان هناك مديونية تصل إلى حوالي 8.5 مليون دينار
أردني لبنوك ومؤسسات وطنية أردنية، وكان لابد من أنه نتعامل مع هذه المؤسسات ويعني ندفع ما نستطيع أن ندفع. فأتينا على الجريدة، كانت جريدة يعني وضعها متراجع وإلى آخره، فاشتغلنا في السنة الأولى ب 14 مليون، وبدأنا يعني تسديد بعض الأشياء الصغيرة اللي على الأقل تحفظ سمعة المؤسسة الصحفية اللي هي الدستور بشكل عام. بقينا يعني سنتين ونص تقريبا على هذا المنوال. في السنة الثانية طلعنا حوالي 14 مليون، كنا نأخذ يعني طباعة الكتاب العراقي، كتاب المدرسة العراقي، وكنت أنا وبعض الآخرين اللي معنا نقدر نجيب هذا العطاء بطريقة يعني بعلاقات شخصية للجسم. فشغلنا الجريدة، فوصلنا لمرحلة انه في ضعف بالرواتب، فيش امكانية تدفع رواتب الى اخره، ومع وجود الربيع العربي كمان عامل معين، فادى الى انه الامور ما يعني ما مشيت بطريقة. صار في اضرابات؟ نعم، صار في اضراب وصار في خيمة امام جريدة الدستور، وكنت انا انزل على الخيمه واجيب لهم شاي والى اخره ونحكي معاهم انه يعني، بس كان حس الربيع العربي شغال بالمنطقه كلها، وبالتالي شباب وبحكوا عن مصالحهم وعن رواتبهم، معهم حق يعني انهم يعني يرفعوا صوتهم في هذا الاطار، لكن الهيئه الاداريه لم تكن قادره فعليا على الوصول لحل. حاولنا نصل عن طريق دوله الرئيس عبد الله نصور الى حلول وسط، انه نعمل تأجير تمويلي بدل البيع الشراء، لكن وجهنا من قبل احد اعضاء مجلس استثمار الضمان الاجتماعي انه لابد من ان تكون بيع وشراء، بيع الارض والعمار للضمان الاجتماعي وناخذ مصاري. فانا يعني ما كان عندي الرغبة اني ابيع الجريدة بهالطريقة هاي، فانسحبت من المشهد، وكان ذلك في يوم 25/12/2013. من القصص المثيرة للاهتمام هي مرافقتك لأمير دولة قطر الشيخ حمد آل ثاني في جنازة الراحل الكبير. نعم نعم. في نعم جنازة صحيح. الراحل الكبير الملك الحسين. صحيح. ماذا قال لك عن الحسين؟ وهل صحيح بأن هناك قصر؟ نعم. لأمير قطر في المفرق؟ نعم نعم. أولا يعني نترحم على المغفور له جلالة الملك حسين الملك العظيم، يعني اللي خدم 47 عام في بناء الأردن وفي تطوير البلد اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. في يوم وفاته ويوم الدفن كنا طالعين من القصور باتجاه المقابر الملكية، فكان سمو الشيخ حمد تبع قطر موجود، فترافقت أنا وياه، فتعب بالطلعة بالقصور الملكية في طلعة، تعب وفي صور، فقال خلنا نقعد. قلت له بس هسا تروح علينا الجنازة؟ قال لا ما تروح الجنازة علينا. فقعد شوي، استراح شوي حوالي 5 دقائق أو أقل، وكملنا المشوار. وكان يعني معظم أظني 44 رئيس دولة كان حاضر في تلك الجنازة، وهي ما تسمى جنازة العصر في ذلك الوقت. فيما يتعلق بالقصر الصغير اللي موجود في الاي بي سي اللي هي مقر الفرقة الخامسة اليوم في المفرق هناك، ففي مبنى كان لشيخ قطر يأتوا هذول بالصيف إلى الأردن وبقعدوا شهرين وثلاث وبذهبوا إلى الصيد، يعني بطلعوا إلى الصيد، وكان يعني هذا الحكي من أيام الانتداب البريطاني في الأردن، واستمر هذا الحكي إلى أن تغيرت الظروف في قطر، ويعني قطر صارت يعني إشي حضاري ومحدث ومتطور بالنسبة يعني بطلوا يجوا على هذا الجسم. لكن أتذكر أنا أنه هذا المكان أنه لما صار ولي العهد سمو الأمير حمزة اجتمعنا فيه وجهاء البادية والمفرق، اجتمعنا في ذلك الاجتماع في هذا القصر في الفرقة، وبعدين أخذونا بباصات لمكان اللقاء. موقف لا تنسى جمعك بالراحل الكبير الملك حسين؟ في إحدى المرات أثناء الثلجة في عام 92 إجا جلالة الملك على مجلس الوزراء وطلب من دولة المغفور له الأمير شاكر بن زيد مين راعى الجنوب
فقال له والله الدكتور أمين. قال احكي لنا. قلت له حكيت له عن الوضع في الطفيلة وفي معان، عن الوضع في الجنوب، الثلوج وإلى آخره. قلت له والله حتى يا سيدي تبرعت باسمك لواحد توفي هناك بألف دينار. قال لي بس. فهذا مثلا من أغرب المواقف اللي يعني صارت معنا. يقال أصدق الحب عندما لا تعرف لماذا تحب. ما مفهومك للحب؟ الحب هو علاقة ارتباطية عاطفية. بعمرك حبيت؟ آه. وهل توجت قصة هذا الحب؟ لا لا بحكيش عن حب الصبايا، يعني بحكي عن حب الوطن، حب البلد، حب الانتماء للدولة الأردنية. ف يعني الحب هو موجود في حياة كل إنسان، وكل إنسان ما بيحب ممكن يكون جامد أو ما عندوش مشاعر وإحساس تجاه الآخرين. فالإنسان يعني بمراحل حياته بمر بأبعاد عاطفية. يعني كل مرحلة إلها إشي. المرحلة الثانوية إلها إشي، المرحلة الجامعة إلها إشي، مرحلة الدراسات العليا إلها إشي، داخل الأردن إله إشي، خارج الأردن إله إشي. فيش إنسان يعني يخلو من وجود إطار مشاعر وأحاسيس تجاه الآخرين. أصعب أنواع الذكرى بالنسبة لك، موقف، مكان، ولا عطر؟ والله الذكرى يعني أنا يعني بعتز بأبوي وأمي رحمهم الله. يعني وفاة أبي في عام 2013 وفاة أمي في 2019 كانوا حدثين مؤثرين علي، يمكن هذول منعوني الاستمرار في الذهاب للمفرق. فالحمد لله الله يرحمهم. احنا نقول انه يعني هذا مثلا حدث هذا بيأثر في حياة الإنسان. في حدث ثاني، انا نزلت الانتخابات النيابية في الأردن عام 1993 وخسرت بطريقة غير أعرفها، لكن لا أريد أن أتحدث عنها، لكنها غير محترمة. رسبت؟ ما بقدرش أقول هيك، ما بقدر أقول هيك، بس ما كانت يعني جيدة تجاهي. بس هل أزعجك هذا؟ طبعا أزعجني جدا. من كان المسؤول عن هذا، شخص ولا لا جهاز؟ لا ولا لا جهاز ولا شخص، أشخاص. كيف استطعت أن تتخطى هذا الموقف؟ طبعا الإنسان يجب أن يكون لديه توجه إلى الأمام ولا ينظر إلى الخلف كثيرا. وبالتالي التجارب التي نمر فيها إن كانت إيجابية أو سلبية يجب أن تعلمنا الدرس وأن ننتقل إلى الأمام. لأن الوقوف عند نقطة أو حدث سيء في حياتك يدمر حياة الإنسان. وبالتالي الإنسان عنده طموحات وعنده توجهات إنه يتجه. أنا رأساً بعد الوزارة وبعد النيابة، محاولتي للنزول للنيابة، رجعت للعمل الأكاديمي، رجعت أدرس في جامعة اليرموك زي أي أستاذ عادي. عرضوا علي العمادة الكلية الأداب أكثر من مرة ورفضت البعد الإداري، وبقيت أستاذا جامعيا إلى يومنا هذا. واستطعت أن أنجز ما يزيد عن 42 كتاب في مسيرتي الأكاديمية، والحمد لله أعتز أني يعني أكاديمي يعني لا بأس بي، ماشي حالي. عملت يعني ثبتت كتاب النظام السياسي الأردني ب14 طبعة، يعني صدر منه من عام 1989 إلى يومنا هذا 14 طبعة من كتاب النظام السياسي الأردني، وعم يدرس في أغلب الجامعات يعني من حين إلى آخر. يعني بدرس في الأردنية، بسومية، باليرموك أحيانا. اللي بحبك بدرس كتابك، واللي ما بحبك ما بدرس كتابك. فهذا الأمر يعني موجود. فأنا يعني بعتز أنه هذا المولود محافظ عليه، وإن شاء الله أني أقدر أطلع طبعة 15 في غضون السنوات القادمة. أصعب لحظة ضعف ممكن يعيشها الإنسان أين تكون؟ عندما يترجى الآخرين. هل مررت بهذه التجربة؟ نظر. أنا دائما حاط عيني بعين الله وماشي للأمام، ولا بسأل عن كل الأحداث اللي صارت وراي. لو طلبت منك اليوم تسأل شخص سؤال دون ذكر اسمه، ماذا سيكون هذا السؤال؟ والله هذا ما بدري عنه، يعني أنا طلعت على السؤال هذا بس ما يعني اللي أسأله إنه الناس تكون صادقة مع نفسها وصادقة مع الآخرين، والرياء والنفاق لا يخدم صداقات. عرفت عليك؟ فخلينا نبتعد عن المصالح الذاتية
ونتوجه نحو المصالح العامة ومصلحة البلد أفضل من المصالح الشخصية الآنية التي لا تدوم. كم من وزير ومسؤول بالأردن إجا والناس اليوم ما حدا بدري عنه، مليان عشرات، لأنه لم يترك بصمة حقيقية، لا مصداقية ولا عمل ولا جدية، وبالتالي تم طي صفحته ونسيانه بالمجتمع الأردني. مر علينا كثير، يمكن أكثر من 675 وزير بالأردن. فيه هل حوربت؟ نعم. هل تجابه الحرب بالحرب؟ لا، أنا بطنش. هل ظلمت؟ نعم. هل ظلمت؟ لا، نبر. أحب الأماكن إلى قلبك؟ والله المفرق. أحب أروح على المفرق. بمن تثق؟ بالله. على المستوى المحلي من تشجع، الفيصل أم الوحدات؟ والله أنا يعني الفريقين بحبهم، لكن أنا من بداياتي في الجامعة الأردنية عام 76 كنت مشجع للفيصلي. وهل لازلت مشجع؟ يعني في مشاعر وعواطف تجاه الفيصلي، خصوصا لما كان الرئيس مصطفى العدوان، وخصوصا لما صار أبو بكر سلطان العدوان رئيسا للفيصلي كمان، لأني تزاملت أنا وسلطان العدوان في الوزارة، ففي علاقات محبة رحمة الله عليه، يعني ذكرنا اسمه الله يرحمه، ففي علاقة يعني قوية بيني وبين الفيصل، كان في علاقة بيني وبين الرمثة قوية، لأنه معظم الشباب اللي كانوا يلعبوا بالفريق جامعة اليرموك، مدرسهم في جامعة اليرموك، وكان هالعلاقة إيجابية بيني وبينهم، فبالتالي كنت ميال أصلاً للفيصلي، بعدين شوي للرمثة، بعدين حبيت فريق المفرق، وكنت رئيس نادي المفرق أنا الرياضي في عام 1980، وطلعنا بالدوري إلى الدرجة الأولى، وبعدين تراجع الفريق في المفرق، فكنت يعني بحب فريق المفرق، لكن المشكلة إنه المفرق تقسمت بالنوادي، والكفاءات الرياضية والفعلية راحت، ما عادت موجودة. معالي أمين المشاكبة، ماذا تقول لجعفر حسان؟ يعني جعفر أنا يعني لا أشك بقدراته، ورجل يعني فهمان من النواحي الاقتصادية، ويمكن جلس معه قبل التشكيل الوزاري بأسبوعين، وتم مناقشة أنا وياه بعض القضايا. أنا أقول إنه الرجل يفهم، لكن يحتاج إلى الأدوات، يحتاج إلى الشخوص اللي حوله قادرين على إدارة المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي. حسب استطلاعات الرأي، كما يقال بثلاث استطلاعات رأي تقول إنه غير واثقين بهاي الحكومة وقدرتها على مواجهة التحديات. لكن اللي أقوله لدولة الرئيس جعفر حسان إنه ينظر إلى المستوى المعيشي للناس، وأن يتم العمل تدريجيا على تحسين المستوى المعيشي للناس، لأنه كلما حسننا المستوى المعيشي كلما زادت الشرعية للنظام السياسي. احنا مرينا في حكومة سابقة جلست 4 سنوات لم تفعل شيئا بالمطلق. نعم، عبارة عن تسيير أعمال. احنا اليوم بحاجة ضمن التحديات الموجودة عندنا، بحاجة لحكومة فاعلة وحكومة قادرة على حل المشاكل والتحديات التي تواجه الأردن، وأنه كمان يعني جلالة الملك يقوم بدور إيجابي وكبير في توجيه وتحفيز الحكومات المتعاقبة. نحن لا نريد للملك أنه دائما يحفز هذه الحكومات، لازم الحكومات هاي تشتغل من دون ما حدا يحفزها. ماذا تقول لي فيصل الفائز؟ فيصل الله يعطيه الصحة والعافية، يعني رجل فاضل وابن أصل وشيخ ابن شيخ، يعني أنا علاقتي أصلا مع أبوه عاكف الفائز علاقة رحمة الله عليه إيجابية، وحتى علاقتي مع فيصل علاقة إيجابية. نحن نقول له أنه الله يعطيه الصحة والعافية، وأنه أن ينشط ضمن إطار السلطة التشريعية على الأقل. ماذا تقول لي أيمن الصفدي؟ أيمن أحد طلابنا الأعزاء في جامعة اليرموك، ترى خريج لغة إنجليزية. أنت درست معالي؟ نعم،
نعم في الفترة اللي أنا كنت فيها كان في علاقة إيجابية بينه وبينه. المهم أنه رجل ناشط ويمثل البعد التنفيذي في رؤى جلالة الملك في قضايا السياسة الخارجية، لأنه الملف السياسة الخارجية بيد جلالة الملك، وبالتالي البعد التنفيذي في وزارة الخارجية هو يقوم به أيمن، وأيمن ناشط وفاعل بشكل جذري، وعم يعطي يعني صورة إيجابية عن الأردن بمواقف الأردن السياسية تجاه القضية الفلسطينية، تجاه ما يجري في غزة من إبادة جماعية، تجاه ما يجري في جنوب لبنان وهكذا. فبالتالي الموقف الأردني يعني إلى حد ما متماسك ومتوازن وعقلاني في النظر للأمور. ماذا تقول لدولة عبد الكريم الكباريتي؟ أبو عون رجل فاضل الله يعطيه الصحة والعافية ويقوي عضلاته، ما هو بتدرب رياضة، فأقول له يعني محبتي واحترامي. علاقتك فيه مميز؟ كانت، الآن لا. لماذا؟ هلا ما بعرف، هو يعني خطه مالي، هو رئيس مجلس إدارة بنك، أو كان الآن ترك اعتزل هاي القصة. هو كمان قال لي في فترة من فترات أنه اعتزل السياسة، ما بده السياسة، فاتجه نحو البنك ونحو حياته الخاصة. الآن هو عمره بالسبعينات تقريبا، فيعني أدى دوره على المستوى الوطني وعلى المستوى العائلي، وما شاء الله عليه، الله يعطيه الصحة والعافية. ماذا تقول للأمير الراحل زيد بن شاكر؟ ما بنقول إلا الله يرحمه وراحة الرجال من بعده. هل صحيح هو من اكتشفك؟ إلى حد ما. كيف؟ إحنا يعني هاي القصة يعني قديمة، تعود إلى الفترة اللي كان فيها سمو الأمير زيد بن شاكر رئيسا للديوان الملكي. فأنا كنت في جامعة اليرموك في ذلك الوقت مساعد عميد كلية الآداب، فاتصلت مع الديوان الملكي أول مرة يعني أتحرك بهذا الاتجاه، طلبت منه مقابلة، فأخذت مجموعة من الأساتذة في الجامعة ورحنا عند مكتب رئيس الديوان، فكررنا هاي الجولة ثانية مرة. دخل علينا جلالة الملك حسين الله يرحمه، فكان من هناك يعني من هاي الشغلتين اللي هم يعني تم اكتشافي فيها. أنا هيك عن قضية أخرى لا أريد أن أتحدث بها. ماليك، تفضل هذا الظرف المغلق. شكرا سيدي، تفضل افتح الظرف. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمة الله عليه المحامي أحمد صالح ضيف الله الخلايلة، نسيبي، زوج ابنتي، توفي بحادث سيارة قبل سنة وثلاثة أشهر، لا نقول إلا الله يرحمه. كيف تلقيت خبر وفاته؟ والله لحد الآن ما نصدق أنه مات، قسما بالله. كان إلك إشهار كتاب تحت رعاية الدول سمير الرفاعي؟ نعم، وتم تأجيله، تم تأجيله، نعم. كان كتاب الأحزاب السياسية، وكان متوقع أن نعمله بنفس الأسبوع اللي توفى فيه، وأجلنا لأسبوعين بعد هاي الحادثة الأليمة اللي أصابتنا. من الذي معه بالصورة؟ هاي بنته، مش بنته؟ ناية. ماذا تعني لك ناية؟ ناية روحي، هاي أنا يعني عايشة عندي تقريبا، فيوميا بشوفها، الله يحفظها ويخليها بخير وسلامة وعلى هالذكاء اللي عندها والفطنة بعدها صغيرة، لكن أتوقع لها إشي معين إن شاء الله. وختاما، ماذا تقول لي وكالة أنباء رم ومجموعة الشاهد؟ يا سيدي، أنا تربطني صداقة طويلة مع وكالة أنباء رم ومع الشاهد منذ زمن طويل، وعلاقاتي مع الأخ صخر ومعاك علاقة تاريخية وجذرية، فإحنا بنعتز بالدور الإعلامي اللي بقوموا فيه، ونفتخر أنه الحمد لله أنه على الرغم من الأسبوعية، إنها أسبوعية، كل الأسبوعيات أغلقت إلا الشاهد لا زالت إيش قائمة. نتمنى لكم التوفيق والصحة والعافية والسؤدد في خدمة الوطن وفي خدمة الإعلام الأردني بشكل عام. معالي الدكتور أمين المشاهد، شكرا لك. شكرا سيدي، شكرا، الله يخليك. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا، كونوا معنا في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.